السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة. نهار جديد وفيديو جديد كيف العادة. دار وقتي نشارك معكم حتى انا العواشر وريحه الشباكيه وريحه البريوات وريحه السلو. نشارك معكم الاجواء المغربيه القحاله على حقها وطريقها. اليوم ان شاء الله عندنا واحد فريق العمل تتكون من حادقات على حقهم وطريقهم. غادي نشاركوا معكم الشباكيه، المقادير ديال الشباكيه، وكذلك باغي نديروا بريوات اللوز ان شاء الله. غادي نشاركوا معكم الوصفات مضمونين وتقدروا ديروهم عينكم مغمضين ناجحين 100%. دونك ندوزوا ان شاء الله الفريق العمل اللي كاين ان شاء الله ونعرفكم عليهم وتشوفوا المقادير التفاصيل كلشي. بقاو معايا في الفيديو ان شاء الله. ما تنساوش لي لايك للحلويات ديالي والحادقات ديالي والكومنتات الزوينين. ومبروك عواشركم مره اخرى، بزوات كبيره مني ليكم. البنات كما كتشوفوا معنا ضيفة الشرف اللي هي كريمة الحلوية ديالنا، اللي هي صاحبتنا وصاحبت ماما واختنا وكلشي. لأي مناسبة كريمة حاضرة معنا، في أي حاجة كريمة حاضرة معنا. اليوم إن شاء الله غادي نشاركوا معكم الشباكية على طريقة الحادقة ديال كريمة والحادقة ديال ماما، اللي تبارك الله كتطلع واحد الشباكية اللي ما يمكنش تذوقيها وما تعجبكش. كنتمنى إن شاء الله تجربوها بعينكم مغمضين. ودابا غادي ندوزو. كريمة السلام عليكم، كي دايره؟ بخير الحمد لله. ماما لاباس عليك؟ السلام عليكم، كي دايره البنات؟ بخير عليكم. كلشي تيقول لي بغينا الملوي ديال ماما. الحلقه الجايه غادي نديروا لكم الملوي ديال ماما ان شاء الله. شنو عندك تما كريمه؟ عندنا هنا 2 كيلو تاع الطحين. اها 2 كيلو ديال الطحين، زايده شي تقريبا زلافه ديال الطحين. واخا عندنا هنا زلافه ديال اللوز. اها زلافه ديال الجنجلان. زلافة اللوز، زلافة الجنجلان، زلافة الجنجلان. عندنا هنا 2 صفار بيضة، 2 صفار بيضة. كاس زيت البلدية، كاس زيت البلدية. نص كاس رومية، نص كاس رومية. هنا عندنا ما عندناش الزعفران شعرة، درنا داك الزعفران ديال الضامة. الضامة هذاك درناه راه فزقناه في المزهر. عندنا شوية خرقوم. هنا عندنا 4.5 الزبدة، 4.5 الزبدة دايبة. هنا عندنا شوية ديال الخميرة قريصه، شويه الخميره ديال الدار. ديال الطري شويه، اللي ما بغاش ما يديرهاش ماشي مشكل. وعندنا هنا خماره ديال الحلوه. صافي هادشي كاين. وعندنا شي قريصه ديال الملح، قريصه ديال الملح. بالنسبه للوز كيتفسخ كيتقلى؟ لا اللوز صفديه غير شويه، غير شويه وطحنيه وطحنيه، ماشي ضروري تحمريه حيت هو باقا يتحمر في البنات. بالنسبه للزلافه ديال الزنجلان راه فيها معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه، هذه نسينا ما قلناهاش لكم. اختياري انت، اللوز كيجيبني على حسب شنو بغا. تتفسخي قلت لك، تتحمري غير شويه، غير شويه تصمدي وتطحني تسحقي. ضروري يتسحق الزنجلان، حتى هو تيتسهر شويه وتيتسحق صافي، باش ما يبقاش لكم يعذبكم في الخدمه. ضروري يتسحق صافي ونخلص. نسينا ما قلناش لكم كاس الخل، ما تنساوش ضروري الخل. ما درتو الخل ما درتو والو، كاس الخل مخلط مع والو، خلنيش انا كاس الخل صافي تنجمعو بالماء مدافي. دونك البنات كما كتشوفوا كاس ديال الخل ضروري، وعاد كنجمعو بالمدافي. راه البنات عندي قصريه صغيره ما جاتهمش عليها كنخلطوا في هذا البانيو، حيت خصكم قصريه اللي كبيره اللي تقدري انك تتحكمي فيها مزيان. لا في البانيو حسن. دونك البانيو تجمعيها وخلطي داك الساع دلكي، تقسميها في ديكيها ضروري خصها تدلك وديروها البنات قاصحه. شحال ديال الماء؟ لا عندك ميزان، المهم ما تكونش قاصحه، ما تكونش جاريه، ضروري تكون قاصحه. نشارك معكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالها، لا تكستور كيفاش تكون. ها هي الشكل تجي، ما تكون قاصحه ما تكون جاريه، هي هذيك. المهم تكون شويه ضروري تلكوها. والتحقات بينا مرات خويا جد حقاتها هي. يلا اختي ورينا حداكتك. يلا انت يلا حبيبتي دلكي ديالنا البنات.
البنات كما كتشوفوا بالنسبه من بعد ما تدلكات مزيان تدلكات مزيان العجينه كان ضروري كنستعملوا الميكات باش كتبقى هكاك باش تطلق لينا يا كماما وكنشدوا الكويرات كنقطعوا الكويرات لقطع متقايصه وكنبداو نديروا بالمدلك والطريقه هي كما كتشوفوا كنطلقوها طويله كتجيو مورقين كتجي مورقه يعني كتعاونكم حتى في التوراق ملي كتبغيو تزيدوا تورقوها كيجيكم ساهل كتورقي بالمدلك وكتنيها هذه هي السر ديالها باش تجي مجعبه كما قالت لكم اختي الحلاويه هذا هو السر باش تجي مجعبه ها انت اختي بحال هكا طلقيها بالمدلك وطويها ودخليها للميكا وعاد ندوزوا ليطاب في ممر هاد ليطاب هذه البنات كما كتشوفوا من بعد ما خلينا الشباكيه ترتاح شويه زدنا نخلطوا البريوات ديال اللوز مشهياهم هاد العام غنستعملوا كيلو ديال اللوز قسمناه على جوج نص كيلو ديال اللوز كيتفسخ ويتطحن مع 170 غرام سكر كلاصي والنص الاخر كيتقلى ويتطحن مع 170 غرام سكر كلاصي المقلي كيجي بنين البنات في اللوز عليها كنقسموهم على جوج بالنسبه للمقادير معلقه كبيره ديال الكراميل ضروري من المنسم البنات اما كراميل اما نيسلي معلقه القرفه صغيره جوج معالق كبار ديال الزبده معلقه ديال صغيره ديال المسك الحره مطحونه مع شويه سنيده او سكر كلاصي وقرعات الماء زهر وهادو هما المقادير ندوزو دابا لطريقه الخدمه ديالهم البنات كما كتشوفوا بالنسبه للبريوات كنحيدوا الحاشيه ديال الورقه لان كتجي قاصحه كنقطعوها الورقه الكبيره البنات استعملنا الورقه الكبيره كنقطعوها بهذا القياس هذا بالمقص كما كتشوفوا من بعد ما كتقطعها كريمه كنحطوا الحرش هو الفوقاني الفوقاني حيت الورقه تبقى على الورقه عندنا الجهه الرطبه لتحت والجهه الحرشه الفوق كنحطوا الجهه الحرشه الفوق كندهنوا بالزبده ديالنا كما كتشوفوا غير هكا دهينه خفيفه من بعد ما كركبنا اللوز ديالنا شاركنا معكم الطريقه ديالو من بعد ما كنركبوه كنحطوه على الورقه ديالنا وكنبداو نطويو البريوات ديالنا وكنحطوهم نطويو ونحطو حتى نبدا انا ان شاء الله دابا غادي نبدا نخلطهم بالنسبه لهنايا ضروري تدير فوالا هنايا درت المزهر والطحين هما باش كنلصقوا الورقه وكنخشيوها باش كنسدوا البنات قادوا الحاشيه من هنا باش ما يجوش الحاشيه خاويه ضروري باش ما تجيش خاويه من الجناب باش ما تتحركش يعني داك لافاكس كتبغي توركي عليها انا خليتها خاويه ملي تتقلات تتحرك انا بغيتهم صغيورين البنات ما بغيتش نديرهم كبار حيت هادو حلوين بغيتهم صغيورين حلوين تيكونوا صغار وان شاء الله ملي هنساليو التعمار غادي ندوزو ان شاء الله لطريقه القلي ديالهم وطريقه التعسال ديالهم وطريقه التزيين ديالهم وغنتبقوا معنا في هاد لا فيديو ان شاء الله حتى الاخر انتم البنات ما تزيروا ما تخفوا هادو نقطعوهم بالمقص وعاد نسدوهم ياك هانتوما البنات الجنيبات كلهم تيكونوا عامرين كنقطعوا بالمقص هانتوما ها تديري شويه الطحين كنتي ديري واحد المالحين البنات هي الطحين احسن من البيض بريوات المالحين راه ديما كنشارك معكم الطريقه ديالهم هانتوما صافي وكيتسدو باش انهم في القلي ان شاء الله ما يتحلوش لينا وندوز دابا نعاون كريمه وغانتبقوا باقيين معنا في هذا الفيديو حتى الاخر Gracias.
انا عارفه السم خلاوها السم ديالها. يلا تعالي حبيبي تعالي. كل ما تجمعوهاش مثلا ما تديروهاش حلو. هذه شنو ما تجمعوهاش يعني طويوها بحال بحال داك لي بات بحال عجل المورق. البنات كما شفتوا قلت لك بالنسبه للشباكيه هذاك البقايا اللي كنقطعو ما تجمعوهاش، هاتي خلي وحده وفوق وحده مورقه. وبالنسبه للتقطيعات سايا البنات 1 2 3 4 5 6 1 2 6 6 هي تقطع. ها انتم 1 2 3 4 5 6 تقطعيها وصافي. التشبيكه ديالي ساهله. ها انتم تديروا على ثلاثه هكا تتحلوا هكا وتشدوا هاد الجنيبات هكا تخشيهم هكا سهله. عندي لك شي وحده ها انت تطويوها على ثلاثه هكا وحده على جوج على جوج تتحلوها في النص وتديروا هذا الراس مع هذا الراس شدوه مزيان باش ما تحلش ليكم وتتقلبوها تتشدوا هذا الراس مع هذا الراس هنا. يما شيا سهله سهله التشبيكه ديالي. يما ضروري ما تشدوا دوك الكويسات باش ما تحلش في القلي ديالها. ها انتما اي العرض الباطئ ها هانتوما تتنيو هكا تتحلوها تشدوا هذا الراس مع هذا الراس هكا مزيان باش ما يتحلش تتقلبوها هكا وتشدوا هذا الراس مع هذا الراس باش ما تحلش لكم. ها بحال التشبيكه ديالك بحال ديال الناس انا كنعرف الشباك يسحب لكم ما انا عاورين نصور ما كندير والو كنعرف الشباكه كريمه ولا لا تعرفي والله الا ولات خفيفه. ايوا دابا غادي نمشي نتشبك معاهم. يلاه كنسيو لينا بالنسبه للماكينه يا كماما ضروري من الماكينه بالنسبه للشباكيه زدت لي لا فين شحال هذه تيديروها بلا ماكينه كنت تسمعي كاين تترقى بلا اي ماكينه تتساعد وصافي الماكينه كتعاون الناس باش تخرجها كرقيق. اما الا جيتي غير على واحد على حسب الارقام ديال كل ماكينه وشنو حنا تنديروا على اربعه اربعه وتنزيدوا شويه نرقوها شويه يعني اربعه وكتزيدي ترقيها بالمدلك ديريها ديريها طويله باش ما تطيحش من العاج. حاولوا البنات ديروها طويله بحال هكا هذه راه دارتها حسنيه تقطعات ليها ودارتها طويله باش ما يجيناش هاد هاد الريتوش هكا البنات كما كتشوفوا هكا غالي البنات كما كتشوفوا هكا كنحيدوا الشباكيه هذا اللوين وكنديروها في العسل ما كنخليوهاش تحمر بزاف لانه كيرجع عليها ديك السخونيه والعسل تيكمل ليها اللون ديالها كما كتشوفوا وكنخليو هاد الشربات العسل مزيان باش نجيو نحيدوها كما كتشوفوا هنا حتى هي كتسقطر مزيان وهنا عاد كنحطوها في القصريه ديالنا وكندردرو عليها الزنجلان.
البنات بالنسبه للبريوات حتى نسالوا القلي ديال الشباكيه عاد نقليو البريوات. هنايا كما كتشوفوا اللوز ايفيلي غادي نحمرو باش نزينو به. وبالنسبه للطريقه ديال القلي ديال البريوات غادي نقليوهم ولكن غادي نبيتوهم في العسل، ماشي بحال شكل الشباكيه. البريوات كيبغيو انهم يشربوا العسل مزيان، يعني نخليهم يباتوا في العسل وتلغد ليه عاد غادي نسقطرهم من العسل وعاد غادي نزينهم ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا البنات يلاه بديت كنوجد ليهم الكوتي باش نديروا الكوتي. قتلنا الجوع وتمارة يا البنات، راه الشباكيه ما سهله، شوفيها تمارة ولكن بنينه يا البنات، جات بنينه. انا راه هي سخونه وانا كناكل فيها بنينه، جات وهشيشه وغزاله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كيبان هذا هو الشكل ديالها النهائي، مازال نشارك معكم الشكل النهائي ديالها مزيان ونشارك معكم الشكل النهائي ديال البريوات. هادو البريوات الغد ليها البنات هذا من بعد ما درتهم في الكسكاس يتسقطروا من داك العسل مزيان ان شاء الله. دابا عاد ندوز نزينهم وتا هما ما يمكنش حتى جاو بنان البنات، بنان 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 والله العظيم الا جاو بنان. نتمنى ان شاء الله حتى هما تجربوهم وراه غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وهنا وصلنا لنهايه لا فيديو، نتمنى ان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم كنا خفاف على قلوبكم. نتمنى ان شاء الله تستافدوا من هاد لا فيديو، نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الشهيوات. وكنعاود نقول لكم جربوهم على ضمانتي، راه السكينه اي حاجه كتبارطاجي معكم او كتشارك معكم راه ماشي غير باش تصور ولكن راها عن تجربه وتتكون ناجحه وكتكون زوينه وجامي تقتكم انني نقدر نخدلها. وهنا غادي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم ومبروكه بشركم مره اخرى والله يحفظكم والله يسهل اموركم. تلقاو فيديو ماجي ان شاء الله يا ربي.